لوجي والزيتونة الرومانية، حينما نتحدث عن الزيت ونتحدث عن العلان نتحدث عن المساعيد. إذن نحن نتحدث عن ثروة حقيقية. مهرجان انطلق بمبادرة مدنية، بلغ 5 سنوات، اكبر المهرجان في العمر واكبر في عدد الضيوف. إذن قل لي يا صاحبي، دولي بامتياز المرضية، أكثر من 20 مشاركة، أليس كذلك؟ حاليا وصلنا ل 22 دولة مشاركة. فما سيف حتى صاحبي على الإكران، عايش ولدي عايش، وي تفضل. 22 دولة مشاركة في المهرجان هذا. اي نعم. من مختلف دول العالم. اي نعم. في دول معناها مشاركة بأكثر انواع. انواع المشاركات، اذا كان ثم هاتف توا شغال ماذا بينا نحطوه في حالة صمت سيلونسيو، فهمتني؟ وي ارنوا اصلوا صاحبي خويا. 22 دولة مشاركة، فما دول مشاركة بأكثر من شخص، معناها يعني أصناف المشاركات فيش مشاركين. فما شكون مشارك في الشعر، فما شكون مشارك بالشعر الشعبي، فما في فرق شعبية، فما لجنة تحكيم للطبخ، فما شكون مش يشارك معنا في الماراثون نتاع السباق، فما شكون مش يشارك في مسابقة أفضل المأكولات البيولوجية والطبيعية والمحلية في المنطقة. اي نعم. فما ضيوف جايين، معناها سياح. ممتاز. سياح يعني ثم الحضور، هذا الحضور الدولي، حضور تثمين لثروة الزيتونة الرومانية. التام هو الزيتونة الرومانية، الموضوع الزيتونة الرومانية، الشعر مش يكون موصول بالزيتونة الرومانية، الطبخ مش يكون موصول بزيت الزيتون، المسرح كذلك، التخييم. باش نرجع الفقرات صاحبي، باش نرجع الفقرات بالتفصيل باش الناس تاخذ فكرة كافية على الجهد الكبير اللي قدمتوه. والحق الشكر هو موصول أولا للمجتمع المدني، المجتمع الجمعياتي اللي قدم لنا حاجة برهن على كونه قادر على التفكير وقادر على الإنجاز. يعطيكم الصحة. حبيت زادة بالمناسبة نشكر الأطراف الرسمية من هيكل الدولة اللي دعم هذه المبادرات. يعني المواطن يقترح و الهياكل والمؤسسات، مؤسسات الدولة الموصولة بالثقافة والموصولة بالفلاحة والموصولة بعالم الزيتون الرومانية كثقافة أولا ثم كثروة طبيعية، نشكر الدعم. هو مجرد المساهمة نعتبره دعم ونعتبروها يعني مصادقة على هذا المهرجان الذي يستأهل كل خير. معنا سينيزار الحدادي. سينيزار الحدادي، مرحبا بك سينيزار. مرحبا بك سي عبد المجيد، وشكرا على الاستضافة من طرف حياة فهم. عفوا، إذا حياة فهم كما تعرف سينيزار هي إذاعة الإيجابيات، إذاعة تثمين المبادرات. أنت ولد المساعيد، ولد العلاء والمساعيد هي المساعيد والعلاء بالنسبة لي أنا، العلاء بكل الذهبات وترزة وصيادة الشمالية وصيادة الجنوبية والقطار والقطار كلها مساعيد المنطقة جزء الكبيرة. جزء لا يتجزأ. أنت على كل حال ولد سي الحبيب الحدادي، رجل الثقافة الكبير المعروف، كنا نديناه كرمناه هنا في الإذاعة. وسي الحبيب يموت عاد على المبادرات هذه، وإن شاء الله مش يكون من يعني من الفاعلين في تنشيط فقرات المهرجان إن شاء الله. أي الحقيقة كلنا ما يتصلوا به يفرح برشا. أخير نحضر في النجاز، هو النجاز قاعدين يتحركوا ويرجعوه المهرجان. وقت يسمعوا صدقني دمعته هبطت. وأسوا هو المهرجان النجازي تسمع الحبيب الحدادي. تسمع الحبيب الحدادي صحيح، القطار تحديدا صحيح. يعطيك الصحة سي نزار. أنت في شخصك قبل كل شيء يعطيك الصحة، أنت داعم من داعمي المهرجان، وأنت رجل مبادر ورجل ثقافة، ومهنتك في التعليم العالي يبدو أنها موصولة بالحياة الجامعية. الطلبة باش يكونوا عندهم حضور في المهرجان هذا سي نزار؟ والله خطر هي تتزامن مع العطلة الجامعية. أي؟ تعرف أغلب الطلبة في معهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بالقيروان في عطلة، يروحوا عندهم بعد الامتحانات. والله احنا حاولنا، لكن
في اللي صاتها مش تعاون الحاجة هي الندوة الصحفية اللي مش تعملها هيئة المهرجان مش تكون في مش تكون في المعهد العالي للمنطقة الطبية. عندكم الطلبة أنت كنت حدا الطلبة في يعني إلى جانب مؤسستك الجامعية الطلبة اللي في عطلة من حافوظ ومن علاء ومن كسرة في بالهم وبحول الله مش من الناس اللي مش تحضر ويكلموا فيه ويحبوا يشاركوا في التخييم وسينيزار شوف لنا نجيبوا الخيمة متاعنا ثم اللي عنده خيمة ثم اللي لوج على خيمة ويحبوا يشاركوا هم ديجا معناتها متحمسين للفكرة هذه بحول الله مش يكونوا حاضرين بعدد كبير بحول الله إن شاء الله بحول الله يعطيك الصحة على الدعم. نرجع للأستاذ صاحبي المختاري سي صاحبي خلينا نتحدث على جانب البحث ريشيرش المهرجان هذا بما يدعم الزيتون الرومانية وزيت الزيتون التونسي الروماني القيم ثم جانب من البحث ثم عندك لجان تحكيم ثم مسابقات مسابقة لاختيار أفضل زيت زيتون في المنطقة شكون مش يشرفوا عليها المسابقة هذه الدكاترة معنا خبراء تذوق دوليين مثل مدام كوثر بشير مثل الدكتور نزهة القراتي من سفاقس من معهد الزيتون من سفاقس وكل عام تجينا الحق ومعها معناها جروب كامل هو مش يشرف على الزوز مسابقات هذم كل عام يساندونا يدعمونا يعرفوا قيمة الزيت الزيتون اللي عنا زيت الزيتون الوسليتي أو القيم سمي القيم والوسليتي الزيتون هذا مصدره الأساسي هو معناها موجود في جبل ترزة في جبل الوسليت وجبل ترزة موجود الزيتونة هذه عمرها فوق 3000 سنة ما شاء الله الزيت متاعنا زيت القيم والزيت الوسليتي متحصل على جائزة أفضل زيت زيتون في العالم من حيث الجودة الثروة هذه ما يلزمهاش تندثر ما يلزمهاش تعبث بها الأيادي حبينا من الطريق اللي شفنا الطريق الوحيدة معناها باش نثمنوا المنتوج متاعنا هذا حبينا هو مهرجان مهرجان هذه أبسط حاجة بديناها كدورة أولى معناها بالتكاتف الأهالي في منطقة المساعيد ما بعضنا معنا كلها تعرفنا بالمهرجان وبدينا خطوة لنصنا توا الدورة الخامسة ولو ما كانتش فما كورونا دورتين راهي الدورة السابعة توا أسنها أصبح الدورة مهرجان دولي للمرة الأولى الفقرات ما شاء الله معناها متنوعة برشا فقرات وبرشا ضيوف حابين أن الفقرات هذه تمس كل الفئات العمريه فما شباب فما صغيرات فما شباب فما كهول فقرات متنوعه وبالاقتراح معناها من المجموعه الموجوده معنا في الهيئه المدير المهرجان وحسب الامكانيات وحسب الظروف وحسب كل شيء معناها قرينا في حطينا في الحسبان كل شيء باش نجموا يطبق على ارض الواقع انا تحدثت معاكم في الكواليس واحنا نحضروا للحصه ان شاء الله كل شيء به كل شيء مريقل وكل شيء مضمون حسب الدقة اللي لاحظتها وجدول المتابعة بحول الله ما تكون كان دورة ناجحة وعلى أي حال نقولوا احنا شكرا لكل إنسان اتبنى المهرجان بالقدر الممكن احنا ننطلقوا مرات أحلامنا سقف الأحلام يكون عالي والإمكانيات لحظة التقاطع بين الإمكانيات وبين سقف الأحلام هي لحظة الحقيقة ولحظة الإنجاز نخرج فاصل غنائي قصير ونواصل الحديث في مهرجان الزيتون الرومانية الدولي بالمساعدة